بسم الله الرحمن الرحيم. كنت أحب النهاردة أدي فكرة كده مبسطة عن عمليات أو جراحة القلب المفتوح وأنواعها، وبكل بساطة بيطلق مصطلح يعني جراحة القلب المفتوح لما بيكون في ضرورة لعمل يعني جراحة داخل القلب او حتى من خارج يعني على سطح القلب زي في عمليات الشرايين، بس لما بنحتاج ان احنا نوقف القلب عن الحركة طبعا عشان يبقى متاح لنا الشغل من غير ما يكون في يعني دم ومن غير ما يكون في حركة عشان نقدر ان احنا نعمل الجراحة، زي مثلا عمليات توصيل الشرايين التاجية او عمليات استبدال الصمامات اللي هي صمامات القلب يعني. ففي الحالات دي بنضطر ان احنا لازم نوقف القلب عن العمل تماما، وبيبقى في يعني آلة مكنة اللي هي بنسميها مكنة القلب الصناعي، هي بتقوم بعمل القلب وبتقوم بعمل الرئة كمان من ناحية ضخ الدم في كل أجزاء الجسم والتبادل الغازات الأكسجين وثاني أكسيد الكربون والكلام ده عشان الدم يبقى محمل بالأكسجين. مش كل جراحات القلب لازم نحن نوقف القلب عن العمل، يعني في بعض مثلا توصيل برضو الشرايين التاجية ممكن إن احنا بنلجأ لتكنيك يسمى اللي هو القلب النابض، يعني بقى القلب بيشتغل وكل حاجة بمساعدة أجهزة معينة، ممكن بنثبت جزء من العضلة اللي احنا ممكن نشتغل فيه نعمل التوصيلات للشرايين التاجية بدون ما يوقف القلب عن العمل وبدون ما نستخدم مكنة القلب الصناعي. توصيفها هل هي قلب مفتوح ولا مش قلب مفتوح؟ يعني هي طبعا بصفة عامة الحالات دي كلها تسمى جراحة قلب مفتوح، كل الحالات اللي بيتم فيها فتح الصدر يعني للعمل على عضلة القلب. ولكن طبعا القلب النابض بيختلف عن اللي هو الطريقة الكلاسيكية اللي بنوقف فيها القلب عن العمل يعني. وفي طرق أخرى للوصول لعضلة القلب، مش لازم إن هو كله يبقى الجرح عن طريق أو الدخول عن طريق عظمة القص اللي هي في منتصف الصدر، ممكن برضو بيبقى عن طريق القفص الصدري نفسه بفتحة جراحية يعني جانبية، ممكن برضو عن طريقها بنعمل بعض عمليات من استبدال لشرايين، ممكن برضو شرايين واستبدال لصمامات او اصلاح صمامات او حتى اصلاح بعض المشاكل الخلقية. في بعض المعلومات او يعني افكار اللي هي متداولة عن جراحة القلب المفتوح، و الحقيقة هي ما هياش يعني مظبوطة أوي، أنا مش عارف بصراحة أساسها يعني يجي منين. كمثال إن أثناء جراحة القلب مفتوح القلب ده إحنا بنشيله بناخده بره ونشتغل عليه بره وبعدين نرجعه تاني. طبعا الكلام ده غير صحيح بالمرة، الكلام ده ممكن بيحصل في عمليات مثلا زرع قلب، يعني بنستبدل القلب يعني خلاص ده غير سليم ونستبدله بقلب اخر سليم، ايوه في الحاله زي دي طبعا القلب بيتشال تماما بيتحط مكانه قلب تاني، لكن في كل الحالات التانيه عادي خالص القلب في مكانه وبتتعمل عمليه هو في مكانه يعني. فالمعلومه دي طبعا ما هياش صحيحه بالمره. بالنسبة برضو المعلومة الأخرى اللي كتير من الناس بيسألوا عنها، وبحس إن برضو المعلومة دي مش واصلة قوي يعني للجمهور، وهو عملية توصيل الشرايين التاجية. الناس اللي هم المرضى اللي عندهم ضيق في الشرايين التاجية وبيحتاجوا لتدخل جراحي، مش طبعا توسيع بالونة ودعامات، الكلام ده بيتعمل في القسطرة، لكن احنا بنتكلم على عمليات القلب اللي هي لتوصيل الشرايين التاجية. الشريان ما بيتغيرش، لا يستبدل، الشريان في مكانه وهو زي نعتبره كده زي ماسورة، والماسورة دي فيها ضيق، فاحنا بنعمل زي كوبري او قنطرة
بنعمل إعادة توصيل للدم للشرايين عشان الدم يلاقي يمشي في سكته تاني، لأن الشرايين دي جزء من النسيج بتاع القلب. فما فيش حاجة اسمها عملية استبدال للشرايين، هي عملية توصيل للشرايين. وطبعا معلومة تهم طبعا الناس كلها، وهي نسبة نجاح عمليات القلب المفتوح. الحقيقة يعني العمليات التقليدية اللي هي يعني فيها نسبة خطورة عادية، ما فيش حاجة زيادة، ما فيش مثلا القلب مثلا ما بيكونش أصلا كفاءة متأثرة، ما يكونش مثلا مريض عنده مشاكل أخرى صحية كتير. أنا بتكلم على المريض العادي اللي هو يعني ما عندوش مشاكل صحية قوية يعني. احنا بنتكلم على نسب نجاح يعني بنقول مثلا من 95 لغايه 99%، باختلاف بقى نوعيه العمليه، اذا كان استبدال كذا صمام او صمام مع شرايين او شرايين فقط. يعني عمليات توصيل الشرايين فقط في مريض يعني الحاله العامه بتاعته كويسه وكفاءه العضله كويسه، فاحنا بنتكلم في نسبه نجاح تكاد تقترب من 99% باذن الله تعالى. طبعا في بقى نقطة مهمة جدا وهي ما بعد الجراحة، يعني المريض بعد ما يعمل عملية القلب المفتوح، سواء بقى كانت قلب نابض أو قلب مفتوح اللي هو المتعارف عليه اللي هي الطريقة الكلاسيكية، إيه المتوقع من في المرحلة اللي هي ما بعد الجراحة بصفة عامة؟ فطبعا الفترة الأولانية بتبقى أصعب مما بعدها، لكن في البداية فهو احنا من بعد مثلا 24 ساعة الأولانية، أولا كل المرضى لازم بيطلعوا في العناية المركزة وبيقعدوا فترة نقول متوسط يومين لثلاث أيام، لكن من أول اليوم الأولاني لازم بيقعد على كرسي وبعدين بيقوم وبيمشي وبيتحرك وكل حاجة، ابتداء من تاني يوم بيقوم يروح الحمام، بل بالعكس بيبقى مطلوب الحركة. وبعد كده بعد الخروج من العناية المركزة بيبقى بيطلب من المريض كجزء أساسي الحركة والتمشية، طبعا بمساعدة لازم يكون في يعني حد معاه في البداية طبعا، لكن بعد كمان الخروج من المستشفى بيبقى نصيحة للمريض انه لازم يبقى فيه نوع من الرياضة، وهي طبعا في الاول بتبقى يدوب تمشية بسيطة بتزيد بقى مع الوقت. والمفروض ان كل المرضى يبقوا يعني يدخلوا في برنامج لإعادة التأهيل ما بعد الجراحة، وده بيبقى إعادة تأهيل للدورة الدموية و يعني المجهود البدني والعضلي بتاع المريض لغاية لما يقدر ان هو يستأنف نشاطه الطبيعي واعماله كده. والكلام ده له طبعا يعني بيقسم لمراحل وكده، لكن بصفة عامة فالمفروض ان معظم المرضى بعد العملية في خلال شهرين بيبقوا تقريبا استعادوا كافة الأنشطة اليومية بتاعتهم، من عمل، من سفر، من رياضة، طبعا رياضة يعني متدرجة يعني في الشدة. أرجو أكون يعني استفدت من المعلومات يعني دهيت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.